الملكة تسمى بأم الطائفة، وحجمها أكبر، صدرها أكبر وبطنها أيضا، لكن أجنحتها قصيرة تختلف عن بقية الشغالات. وأنا أطلع عمد الملكة من وين؟ تيجي أصبر، تلقاها عند نفس اللي جبت منها المنحل. إيه وكيف أعرفها؟ لابسة تاج؟ لا يا أخي، الملكة تجي كبيرة من وراء. تجي كبيرة من وراء، بطنها هي أكبر واحدة في النحل، فهمت؟ شف نفس الصورة. فهمت؟ باين ملكة. حصورك صورة؟ أحلى صورة في حياتك. يا رب اسمعي، انزل لي في النص، شوفي بسوي الحركة بعد ثلاثة وبسوي الحركة. يلا أضحك بس. يلا واحد اثنين ثلاثة. خلص أشوفها. حلوة صح؟ فين أنا؟ هذه أصبعك، هذه كلها أصبعك. واحد اثنين ثلاثة. شوف شيخ. الله حلوة صح؟ الله واضحة مرة ما شاء الله. يا رجال مكاننا خايس، حتى دبان ما فيه، حتى لو عنده ملكة. جب جب تقدر تستسلم. صوت اليتيم أو اللي فيها ملكة غير ملقحة يكون بالشكل هذا القبر. الشيء الثاني، شوف هذا الحضان اللي حنا طلعناه. وتلو شايف المقطع كامل عرفت إن النحل يحتاج دفع، ما ضيعت وقتنا. إيه بس إيش سوي؟ هو قال ناظر الفيديو يعني خذ الخطوات بالترتيب للمبتدئين، فقاعد أخذها بالترتيب. لا صدق إنك مبتدئ، كان كملت المقطع. طيب الزبدة ما عليه، خلاص بسيطة، موضوع الدفا بسيط. اسمع جوة القلية، الدفا بسيط. طب خذ خذ ضبط المكان، أنا بروح أجر الملكة مع خشمها وأجيبها. طيب تبي أجيبها؟ لا.